استخدمها واخذ القراءات تبعتها والخصائص تبعتها لتعتبر ممثلة للمجتمع. فلازم نتعلم ناخذ المفاهيم النظرية. اليوم كلامنا نظري، ما فيش فيه كلام حل، اليوم هو كلام نظري عن انواع السامبلز. واي حدا بيواجهه اي سؤال يسأل اثناء المحاضرة. نعمل شير للمفاهيم تبعت، اوكي، السلايدز واضحة؟ طبعا هذا الجزء زميلاتي وزملائي موجودين مع الباوربوينت تبعت اول جزء في الاستيميشن، يعني راح تلاقوهم في اول جزء في الاستيميشن. بعد المقدمة عن الاستيميشن في الجزء الاخير عن انواع السامبلز، حتى انتوا تكونوا عارفين ترتيب السلايدات اللي عندكم. هي موجودة بين ايديكم، ولكن تحت البارت الاول اللي نازل على الموديل يتعلق بالاستيميشن. تمام، انا اخرت الحديث عنها حتى تكون قريبة من الهايبوثيسيس تيستينج، فيكون المفاهيم مرتبطة على بعض. تمام، واضحة الامور لغاية الان؟ اوكي دكتور، ماشي. اوكي، بذكر بالمفاهيم البسيطة اللي ذكرناها في بداية الاستيميشن. لما عملنا الانترودكشن اتكلمنا عن مصطلحات وتعريفات العنصر الاليمنت، مش الكيميائي طبعا، هون بنتكلم عن المفردة اللي بنسحبها من population معين. فالعنصر الواحد اللي هو الانتيتي اللي الداتا اللي بنسحبها عشان نجمع الداتا حواليها، الفريم اللي هو الإطار اللي بنحط فيه الليستنج لكل العناصر اللي داخل البوبوليشن واللي راح اسحب منه السامبل. والبوبوليشن هو مجموع جميع العناصر اللي لما اعملها ليستنج بكون كونت الاطار. السامبل هي مجموعة جزئية من البوبوليشن، ولما اسحب سامبل من البوبوليشن بنسمي البوبوليشن هذا سامبل بوبوليشن، يعني البوبوليشن الخاضع للدراسة اللي منه بسحب العينة. فبنذكر بهاي المفاهيم وبعدين ننتقل لليش احنا بنستخدم السامبلز. ذكرنا هذا الحكي سابقا انه موضوع دراسة المجتمعات البوبوليشنز كلها بشكل عام لأي ظاهرة بيكون تايم كونسيومينج وبيكون مكلف ومتعب ومعقد احيانا. فاحنا بنلجأ لانه نسحب عينات من المجتمع لكي نأخذ خصائصها ونقدر منها المعلومات تاعت المجتمع بطريقة قد تكون أقل كلفة وأقل وقت وأقل يعني تعقيدا. فلذلك نلجأ إلى مفهوم العينات. بس لازم العينات اللي تنسحب تكون لها خصائص تعبر عن المجتمع قدر المستطاع. أنواع السامبلز اللي بنشتغل عليها في البحوث بشكل عام هي نون بروبابيليتي سامبلز أو بروبابيليتي سامبلز، وكلا النوعين موجودين في البحوث، ولكن لغايات الاستيميشن والتعميم والتقدير والانفرنشال ستاتستكس لا يستخدم الا لبروبابيليتي سامبلز. هذه من الامور، اليوم كلامنا كله نظري، ما فيش عندنا حل، ولكن ضروري في الامور النظريه نركز على الجوانب المهمه اللي انا هحكي لكم عنها. لعمليات التقدير والانفرنشال ستاتستكس ما بينفع نستخدم العينات اللي بنسميها النون بروبابيليتي او كواليتيتيف النوعيه التي تعتمد على يعني حكم الاشخاص ورايهم وسهوله الوصول للافراد يعني او كوتا معينه. يعني هذه النوع من العينات يسمى نون بروبابيليتي لانه اختيار المفردات داخل العينه لا يخضع الا لمعايير، اما ان هم خصائصهم ان هم خبراء بزاويه بشيء معين بموضوع معين فبنسميهم جادجمنت، يعني باخذ مجموعه من الخبراء اسمع رايهم في موضوع معين، فهذه العينه من الخبراء لا تشكل عينه بروبابيليتي، هي نون بروبابيليتي سامبلز. نفس الشيء الكوتا او التشانك او الكونفينينس سامبلينج راح نحكي عنهم هيك ببساطه. هذول النون بروبابيليتي سامبلز
عملية الاختيار لكل مفردة ما بتكون ناتجة لبروبابيليتي معينة أو لأنها نسبة من مجموعة أحداث، بقدر ما إنه هنا إحنا بنختار بناء على سهولة الوصول للمفردات أو للناس اللي بستطلع آرائهم، حكمهم، طبيعة ما لديهم من خبرات ويعني ومهارات وهكذا أو كوتا. فلا نستطيع أن نستخدم مثل هذا النوع من العينات النم بروبابيليتي، لا يستخدم لغايات الانفرنشال ستاتستكس ولا للتعميم ولا للتقدير، ولا نستطيع أن نستخدمها. إحنا بنحتاج إلى بروبابيليتي سامبلز، واللي هي تعبر عن المجتمع بشكل اوبجكتيف، مور اوبجكتيف، بيسموهم مرات كوانتيتيف سامبلز، رقمية مبنية على أبعاد أو حسابات أو probabilities موضوعية objective، واللي تسمح خصائصها لما تنسحب وتنعمل بالشكل الصحيح المنهجي إنه البيانات تبعتها تعبر عن البوبوليشن، فنستطيع إنه نستخدمها للإنفرنشال ستاتستكس وللجنراليزيشن لمعلومات المجتمع والتعميم، فبنستخدمها للتعميم. ومن أهمها السيمبل راندوم سامبلز والسيستماتيك سامبلز والستراتيفايد سامبلز والكلاستر سامبلز، عينات البسيطة العشوائية، العينات الطبقية، العينات النظامية بيسموها أحيانا، الاستراتيفايد الطبقية والكلاستر العنقودية. هذول هم البروبابيليتي سامبلز اللي بدنا اياهم لغايات الانفرنشال ستاتستكس ولغايات التقدير، لانه احتمالية حدوث أو احتمالية سحب كل مفردة مبني على probabilities معينة، على نسبة احتمالات وأرقام معينة، وبالتالي تشكل آلية ممثلة للمجتمع اللي أنا بسحبهم منها، فخصائصهم بقدر أعممها لاحقا إذا عملت الدراسات المطلوبة عليها، أعمم النتائج على المجتمع ككل. حدا عنده أي سؤال لغاية الآن؟ دكتور يعني طب انه هسه probability و non probability، يعني هذا اشي بس بخص في السامبل، يعني انه هيك بتكون خاصيتها انه non probability سامبل و يعني نعم تقسيمات. نعم نعم النن بروبابيليتي سامبل معناته انا لما باجي باخذ العينه، باخذ العينه بناء على معايير نعم اختيار العينه ليست مبنيه على احتمالات او ارقام او خصائص موضوعيه، بتكون مبنيه على خصائص نوعيه ليست كميه، انه الناس خبراء، انه الناس سهل الوصول لهم، حنشرح كمان شوي الفروقات. يعني اوكي تمام. الـ non-probability samples الـ items اللي بالـ samples included are chosen without regard to their probability of occurrence. يعني أنا بروح بختار ناس بصرف النظر عن احتمالية سحبهم أو وقوعهم بمجتمع معين لأسباب معينة، لأسباب حكمية، لأسباب نوعية qualitative. مثلا في الـ convenience sampling من اسمها هي يعني عينات ملائمة، يعني إنه الناس سهل الوصول إلها. items are selected based only on the fact that they are easy, inexpensive or convenient to sample. لو كنت أنا مثلا في الجامعة بدي أعمل بحث عن سلوك معين لدى طلاب كلية الصيدلة، بكل بساطة لو بدي اشتغل بنم بروبابيليتي سامبل ممكن انا اختار مجموعه من الطلاب اللي سهل الوصول لهم من طلبه الكليه، ويعني اناديهم بصفتهم المباشره، اقول لهم تعالوا بدي اسالكم عن هالظاهره هاي ويجاوبوني. هل اختيارهم وقع بناء على يعني معايير رقمية، معايير نسبة يعني نسبة إني أنا أسحب كل واحد منهم عشوائيا، ولا بناء على إنه أنا سهل الوصول وبحددهم بالاسم كمان، يعني تعال يا فلان ويا فلان ويا فلان تعالوا أسألكم عن هالموضوع. هذه العينة هذه نم بروبابيليتي، والنتائج تبعتها تبقى محصورة في طبيعة الناس اللي أنا أخذتهم واللي انا اخترتهم بالعمد يعني، وبالتالي واحيانا حتى بيسموهم مرات عينات قصديه بيربوسيف يعني.
إن أنا اخترتهم بالقصد أو بالعمد وجبت هالمجموعة، سألتهم عن هالظاهرة أو عن هالموضوع اللي بستطلع عنه، وبالتالي جاوبوني عليه. فالنتائج هل هي تمثل المجتمع كله لطلبة الكلية، ولا لا تمثل الرأي المحصور داخل هذه العينة؟ حقيقة هو يمثل الرأي المحصور داخل هذه العينة، ولا يمكن تعميمه بأي شكل من الأشكال، لأنه كان هناك تقصد وتعمد واختيار لناس معينين بناء على يعني شكل نوعي وليس كمي، لمجرد الحصول على سهولة في الوصول إليهم. نفس الشيء في الجادجمنت سامبلز، إنه أنا بروح لعينة من الخبراء، يعني احنا بنختار المفردات الموجودة لأنهم خبراء في مجال معين. فيو جيت ذا اوبينيونز اوف بري سيلكتد اكسبيرتس ان ذا سبجكت. مثلا بدي احكي عن موضوع مثلا كوفيد 19، او بدي انا اعمل شغلة سيرفي عن كوفيد 19 والمطاعم. بروح بختار مجموعة من الخبراء في المطاعم في البلد وبسألهم، هل عملية اختيار الخبراء هذول هل خضع لمعايير رقمية؟ حقيقة لا، يعني ولا للبروبابيليتيز ولا الاحتمالات، وإنما خضع لمجرد فكرة إن هم معروفين إنهم خبراء في المجال. فكذلك لا نستطيع أن نعمم مثل هاي النتائج اللي بتطلع وتبقى في إطار المجموعة اللي تم اختيارها، وأن رأيهم هذا يمثل رأي الخبراء في هذا المجال ولا يعني أنه يمثل رأي المجتمع ككل. الـ convenience sampling for example تعتبر non probability sample technique. الـ items included in the sample without known probabilities of being selected. The sample is identified primarily by convenience، إنها ملائمة وسهلة الوصول إليها، زي لما يكون في بروفيسور أو دكتور بده يعمل ريسيرش، ممكن يستخدم عدد من الطلبة المتطوعين يعتبرهم سامبل ويخليهم يجاوبوا على استبيان معين أو على أسئلة معينة. الأدفانتجز تبعتها إنه إيزي، ولكن الديس أدفانتج زي ما ذكرنا إنه لا تمثل المجتمع، ولاك اوف جنراليزابيليتي مهمة جدا، لا نستطيع أن نعمم النتائج تبعتها، ولا نستطيع أن نستخدمها في الاستيميشن ولا في التقدير ولا أي نوع من أنواع الانفرنشال ستاتستكس. واضحة يا جماعة الأمور لغاية الآن؟ واضحة الأمور لغاية الآن؟ Any question؟ عبارة عن مفاهيم هاي الأشياء صح؟ نعم، هي يعني مفاهيم فروقات فروقات هي مفاهيم السامبلينج، عشان نكون عارفين لما نشتغل هايبوثيسيس تيستينج، ولما نكون عارفين بنشتغل في التكنيكس بتاعت الاستيميشن، انه مش كنا نقول سحبنا عينة من 100 شخص، لازم يكون عارفين انه هاي العينات اللي بنتكلم عنها هي probability samples واغلبها عشوائية، وقد تكون مرات stratified او system، بس اكيد مش non probability. لازم نكون عارفين هاي المفاهيم الأساسية في العينات. الـ judgment sampling زي ما حكينا، the person must be knowledgeable، الشخص اللي بنختاره بالعينة بيكون شخص expert عنده معرفة في مجال معين. on the subject of the study selected من الـ population، يعني بنشعر إنه رأيه مهم لإلنا ليجاوب على الأسئلة تبعت الاستبانة، فهي non probability sampling technique. ومن ضمنها مثال انه صحفي يختار عينه مثلا من الاعيان او من الحكماء او كذا حتى يجاوبوا على اوبينيون معين او على راي او استطلاع معين. الادفانتجز كمان انها تعتبر relatively easy، لكن تجمع نفس المشكله cannot be represented، يعني it does not represent the population، ولا نستطيع انه نعممها لانها تحمل فقط مبنيه على حكم الاشخاص او المجموعه اللي تم اختيارهم. بنيجي للنوع المهم بالنسبة لإلنا في الاستيميشن وفي الانفرنشال ستاتستكس، which is the probability samples. وهون الايتمز اللي بيتم اختيارهم بالعينة مبنيين على احتماليات. احنا بيكون عندنا المجتمع كله محدد، معروف الإطار تبعه، وبسحب عينات منه بأرقام محددة الأرقام
واحتمالية إني أسحب واحدة منهم بتكون معروفة، إني أسحب واحد من المجتمع ككل في له احتمالية لسحبه، وبالتالي بكون العينة تبعتي لتكون ممثلة لهذا المجتمع قدر المستطاع بناء على السامبل سايز ديترمينيشن اللي حددناه. كيف نحسب السامبل سايز؟ مثلا للكونفيدنس انترفال اوف ذا مين للبروبورشن تعلمنا كيف نحسب السامبل سايز ضمن مستوى ثقة معين وبنسبة ايرور او بعدد ايرور معين، خدناها في المرة الماضية. فهون احنا بنتكلم عن اختيار مفردات مبني على احتماليات، وممكن تكون الاحتماليات بالريبليسمنت يعني مع الارجاع وبدون الارجاع، ممكن المفردة اللي اسحبها ارجعها وقد تسحب مرة أخرى، وممكن إني أسحبها وبعدين يصبح العدد ناقص هاي المفردة فيصبح هناك probability أخرى للمفردات المتبقية. فعندنا الـ probability samples منهم الـ simple random samples، الـ systematic samples والـ stratified والـ cluster، حنتكلم عنهم شوي عن كل واحدة. في الـ simple random sampling وهي تعتبر أشيع أنواع الـ samples، إني أسحب عشوائياً every individual or item from the frame من الإطار كله تبع الـ elements اللي مطلوب الشغل عليهم has an equal chance of being selected، وقد يكون الـ selection with replacement مع الإرجاع، وقد لا يكون، وقد يكون without replacement يعني بدون إرجاع الشخص اللي سحبناه للفريم. وطبعا لما بنسحب مفردة من البوبيوليشن او من الفريم تبعي بينقص الفريم، بينقص واحد، فالاحتمالية تبعت سحب ما تبقى او حدا من اللي تبقوا بتنقص، بتتغير، بتصير الاحتمالية مقسومة على فريم ناقص اقل مفردة، وهكذا. زي لما يكون عندك كيس فيه 8 طابات، ممكن تسحب الطابة الاولى ونسبة سحبها هي 1/8، تمام، وهذه بنسميها نسبة الحدوث أو نسبة سحبها. إذا رجعت الطابة على الكيس، رجع الكيس فيه 8، فاحتمالية سحب أي طابة ثانية راح تضل 1/8، صح ولا لا؟ مظبوط؟ صح دكتور. تمام، بس لو أنا سحبت من الطابة من الثمانية، سحبت الطابة وما رجعتها، احتمالية سحب أي طابة أخرى بعد ذلك حتكون 1/7 وليس 1/8. 1/7. هذا الفرق ما بين مع الإرجاع وبدون الإرجاع. في النهاية عملية السحب مرتبطة ببروبابيليتي، صح ولا لا؟ تمام؟ واضحة الأمور لغاية الآن زميلاتي وزملائي؟ مرتبطة باحتمالات، صح؟ هيك قصدي، احتمال. نعم نعم، يعني هناك دائما احتمالية لسحب أي مفردة. أوكي. تعتمد على إني هل لما بسحب برجع اللي بسحبه ولا بسحب بدون إرجاع، وتعتمد على التوتال نمبر من الفريم اللي بسحب منه. تمام؟ أوكي. طيب كيف بنجيبها؟ ما بديش اوجع راسكم بالموضوع، في جداول للراندوم سامبلز، في كمبيوتر بروجرامز، باخذ البوبوليشن كله بنرقمه من صفر الى اخر مفرده فيه، بعدين عشوائيا الكمبيوتر بيعمل زي تعون اليانصيب، بيعمل جنريشن لرقم، فبتروح تسحب المفرده اللي بتحمل هذا الرقم اللي انت كنت رقمتها. تمام، يعني شغلة عشوائية مبنية على انه نرقم كل الفريم، بعدين نعمل زي يعني كمبيوتر جنريشن او من التابلز نختار رقم ونروح نسحب، يطلع رقم عشوائي، نروح نسحب المفردة اللي بتحمل ذلك الرقم. تمام، هذه اسمها سيمبل راندوم، ونستمر بنفس الطريقة هيك انه نضلنا نطلع رقم ونسحب المفردة اللي بتسحب هاي الرقم بشكل عشوائي اكيد، لان الكمبيوتر حيعمل جنريشن للراندوم نمبرز، بسموه راندوم نمبر جنريتور او راندوم نمبر جنريتور بروجرام، وهكذا. في لها تيبلز طبعا، وطبعا في لها تدريب، يعني ممكن تاخذوا تمرين في الكتب، موجود تمرينات عليها كيف ترقم وكيف يعني تختار العينه اللي بتحمل رقم معين. يعني لو كنت مثلا بدي اخذ اعمل دراسه على صيدليات الاردن، بنفرض انه عددهم 3700 صيدليه، حرقمهم
مش برقمهم بالاسم، لا باجي بقول انه انا حاعطي لكل صيدلية رقم من 1 الى 3700، بكون مرقم الصيدليات، وبعدين بعمل جنريشن للنمبر العشوائي بيطلع لي مثلا رقم 100، حروح اختار اشوف الصيدلية اللي بتحمل الرقم 100 وين هي، وتعتبر هي اول مفردة في العينة تبعتي، وبعدين اكمل حسب السامبل سايز المطلوب. وضحت الصورة؟ اوكي زميلاتي وزملائي. اوكي دكتور ماشي. طب دكتور هاي السلايد، يعني هاي السلايد هسه هي مطلوبة منا، قصدي انه تكون بس يعني نفهم الاشياء مفاهيم كفهم. مفاهيم نعم مفاهيم عامة، مفاهيم عامة، نعم اوكي ماشي. مفاهيم العامة، متى نستخدم هاي، شو الادفانتجز، هل هي probability ولا non probability، هل تعتبر سهلة، يعني الأمور العامة، يعني هل تصلح للانفرنشال ستاتستكس، لا تصلح، وهكذا. السيستماتيك سامبلينج فيها ارقام وحسابات بس ما راح ادخلكم فيها، انتم مش مطالبين فيها، بس انا بشرح لكم اياها عشان تكون انتم عارفين الفرق بينها وبين السيمبل راندوم سامبل. السيستماتيك سامبل بيسموها يعني عينة نظامية، او يعني مسستمة شوي، يعني مقطرة بنظام معين، فيها نوع من أنواع العشوائية بس مقطرة بنظام معين أكثر دقة، يعني أكثر دقة من نظام السيمبل العشوائي، يعني بيعتبروها مرات حتى أكثر تمثيلا للمجتمع. هنا في الستراتيفايد سامبل أنا بكون حددت السامبل سايز تبع العينة حسب الفورمولا اللي اشتغلناها سابقا، حددنا السامبل سايز، بروح أنا باخد كل الاطار تبعي اللي راح اسحب منه الانديفيدجوالز اللي هو فيه عدد كل البوبوليشن وكل الناس اللي انا حسحب منهم، وبقسمه الى جروبس متناسبه مع السامبل سايز. مثلا بقول كل جروب فيها 5، كل جروب فيها 6، حسب العدد التوتال وقديش بقدر اقسمه الى مجموعات، وبصير بدي اسحب من جوه كل مجموعه مفرده عشان تكون كل مفردة ممثلة للمجموعة اللي من الكل. لما أسحب أول مفردة من أول مجموعة بسحبها عشوائيا بنفس أسلوب العشوائية، يعني بختار رقم عشوائي وبروح أسحب المفردة اللي بتحمل هذا الرقم، بس بعدين لما أخذ من المجموعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة باخذ عملية سيستماتيك، بضيف عدد المجموعات على الرقم تبع أول مفردة سحبتها. وعشان نفهم هذا الموضوع أكتر بالمختصر، مش مطلوب منكم الحسابات بس عم بشرح لكم إياها بطريقة مبسطة، إنها تجمع ما بين خصائص العشوائية وبين خصائص التمثيل للمجتمع ككل نوعا ما، أفضل من السحب العشوائي اللي ممكن تسحب لك عشوائيا يطلعوا مركزين بجانب معين. هنا أنا باجي بقسم، نفترض إنه عندي population فيه 72 مفردة أو 72 element، باجي بقول لو أنا بدي أحط بكل مجموعة 9 elements، معناته كم جروب راح يكون عندي total، ال population تبعي قسمته لكم جروب إذا هو 72 وكل واحدة فيها 9، معناته كم جروب عندي؟ 8 دكتور. عندي 8 جروبات كل واحدة نعم فيها 9 مفردات، أنا بكون رقمت المفردات من 1 ل 72، ففي واحد لابس طاقية مكتوب عليها 1، واحد لابس طاقية مكتوب عليها رقم 10، يعني أنا رقمت المفردات الموجودة. باجي بقول المجموعة الأولى حتكون فيها المفردات اللي بتحمل الأرقام لغاية مثلا نمبر اللي هم 9 الأوائل، بعدين المجموعة الثانية فيها 9 الثانيين، اللي بعد 9 الثوالث في المجموعة الثالثة، لغاية المجموعة الأخيرة اللي فيها آخر 9 أرقام. المجموعة الأولى فقط الفيرست سيلكشن حيكون عشوائي، بروح بسحب عشوائيا رقم عشوائي طلع لي مثلا، نفترض إنه المفردة اللي بتحمل الرقم 3 في المجموعة الأولى، أخذت من المجموعة الأولى المفردة 3 كونت بداية العينة تبعتي، باقي العينة حسحبهم مش من المجموعة الأولى، بدي أروح على المجموعة الثانية
بسحب الرقم الثاني، بروح على الثالثة بسحب الرقم الثالث، بروح على الرابعة، ولكن كيف بروح؟ بنتقل بحاصل جمع عدد الجروبات مع أول مفردة طلع رقمها، أول رقم طلع ثلاثة، عندي ثمان جروبات، ثمانية وثلاثة 11، فبروح للمجموعة الثانية أخذ أبو الطائية اللي لابس رقم 11، بروح على المجموعة اللي بعدها بضيف ثمانية وبروح بسحب اللي لابس طائية 19، لأن كل واحد من هدول حيكون جوا مجموعة، بروح على المجموعة الرابعة بسحب الرقم اللي بيحمل 27، فأنا بكون خدت أول واحدة عشوائيا فقط، بس بعدين بعمل عملية systematic addition للرقم تبع المجموعات بضيفه وبروح بسحب الشخص اللي بيحمل هذا الرقم من جوا المجموعة التالية، الثانية فالثالثة فالرابعة فالخامسة. هدول اللي شايفينهم أمامكم، العينة الأخيرة هاي اللي تشكلت عندي، هاي العينة اللي أصبحت تحمل مفردة، أصبح تركيبها مكون من 9 مفردات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، هذه أصبحت ممثلة لكل مجموعة أنا قسمتها جوا البوبوليشن ككل، فهذه بسموها systematic sample، أفضل شوية من العشوائية، بس كمان ممكن تكون يعني إذا الأرقام كبرت شوي يعني ممكن يعني تكون فيها شوية يعني صعوبة في بعض الأحيان. هذه العينة الأخيرة بتصير العينة اللي أنا بدي أشتغل عليها الشغل تبعي والإحصائيات تبعتي، هي هاي الأخيرة اللي طلعت معي. وضحت الأمور في systematic sampling؟ مش مطلوب منكم طبعا الحسابات ولا مطلوب منكم كيف تطلعوا هذا، بس تعرفوا أنه هي تجمع ما بين خصائص simple random وفيها حتة زيادة systematic، يعني فيها شق منهجي شوية في طريقة اختيار المفردات، وبتكون نوعا ما ممثلة أكثر للمجتمع ككل، لأنه من كل جروب أخذت واحد. تمام؟ واضح؟ يعني نفس المعلومات، if a sample size of n is desired from a population يحتوي على n element، فإحنا ممكن نأخذ one element من كل نسبة من أو مجموعة من المفردات في البوبوليشن، we randomly select the first one، بعدين بصير أضيف عدد الelements أو عدد المجموعات على الرقم اللي طلع معي لأسحب من كل مجموعة، فلغاية لما أخلص البوبوليشن أو المجموعات كلها. This method has the properties of a simple random sample, specifically if the list of the population element is a random ordering. فبالتالي بتكون جيدة وتجمع ما بين خصائص simple random وخصائص systematic one. Advantages: the sample usually will be easier to identify than it would be if simple random sampling were used. والإكزامبل عليها لما نختار مثلا لما أفتح قائمة التليفون وأختار دكتور عملت ميوت.
انا كاني كنت عامل ميوت طول الوقت هذا. دكتور انا قلت لك انه عملت ميوت بس انت شكلك ما سمعتني. مش عارف كأنه كان في بروبلم. اوكي. طب هيك هيك واضح؟ هيك صوت تمام الصوت واضح؟ تمام طيب. إذا كنا نتكلم نتابع بالسيستماتيك سامبل، وحكينا الادفانتجز ومن ضمن والديس ادفانتج، من ضمن الأمثلة عليها لما بدي آخذ أرقام تليفونات لمطاعم أو صيدليات أو شو ما يكون، فآخذ أقسمهم إلى مثلا كل 50 أو كل 100، وأصير آخذ من كل مجموعة واحد، باخذ الاول عشوائي، بعدين بصير اضيف 50 او 100 لاخذ من اللي بعده او من اللي وهكذا لغايه لما اكون العينه الاخيره تبعتي اللي بتشمل كل مجموعه او كل 50 او كل 100، اخذ من كل مجموعه واحد فتطلع معي العينه الاخيره التوتل الاخير. الاستراتيفايد سامبل بسموها العينه، او معناها العينه الطبقيه. وهنا احنا بنقسم المجتمع من البداية إلى طبقات، كل طبقة تحمل خواص معينة يعني أقرب لبعض. وبصير بعدين بكون العينة النهائية تبعتي إني آخذ من كل طبقة نسبة وتناسب مجموعة ممثلة إلها. مثلا لو جيت أخذت، أنا بدي أعمل دراسة على الطلاب، ومثلا يعني مقدار التعلم تبعهم مثلا، واجيت انا اخذت كلاسترز، عملت الطبقة الاولى اللي تقديرهم ممتاز، الطبقة الثانية اللي تقديرهم جيد جدا، الطبقة الثالثة اللي تقديرهم جيد، وهكذا اخذت كل معدل وعملت المجموعة اللي انا عندي البوبيليشن كله هو كل الطلاب تبعون كلية الصيدلة، ولكن الطبقات داخل هذه داخل هذا البوبيليشن، طبقة اللي جايبين ممتاز تمام هذول يحملوا خصائص متشابهة، طبقة اللي جايبين جيد جدا خصائص متشابهة، اللي جيد متشابه وهكذا. الآن كل طبقة فيها عدد، بدي أسحب من كل طبقة عدد سامبل سايز بروبورشنال ممثل لهذه الطبقة. فالسامبلز من السب جروبس بعدين بجمعها، يعني بسحب من الممتاز شوي، بسحب من الجيد جدا شوي اكثر، لانه بتعرفوا كل ما دخلنا على الوسط التقدير كل ما كان العدد اعلى، بسحب الجيد من الجيد وهكذا. فلو طلع عندي 100 ممتازين بسحب منهم نفترض جدلا 20، يعني في عندنا حسبة معروفة ايش العدد اللي representative proportional للتوتال، منهم نفرض 20 باخذ من الجيد جدا عددهم نفرض طلعوا 300 بسحب منهم نفرض 40، الجيد طلعوا مثلا 700 بسحب منهم say 80. الآن جمعت باخذ التوتال، بعدين بكون جمعت كل الطلاب اللي ممثلين لجميع الطبقات الأربعة أو الخمسة من الطلاب، فبيكون عندي جمعت أنا العينة تبعتي فيها من كل الطبقات. واضح؟ أوكي؟ وهذه بيسموها this is a common technique when sampling population of voters، الناخبين اللي بيكونوا موزعين على طبقات عرقية أو على طبقات يعني من طبقات اجتماعية أو من طبقات قوة شرائية معينة في أبحاث التسويق، القوة الشرائية، مستويات الدخل وهكذا. واضح يا جماعة؟ تمام؟ أهم شغلة نعرف في هذا الموضوع إنه كل سب جروب او كل طبقه لازم تكون هوموجينيوس جروب، يعني في صفه مشتركه تجعل من انه الخصائص انه هم قريبات من بعض. تمام؟ يعني لازم تكون كل طبقه تحمل هوموجينيتي في الخواص مع مفردات الطبقه ذاتها. كل ما كان هوموجينيوس كل ما كانت الطبقه ممثله اكثر للمجموعه تبعتها، فانا باخذ من كل طبقه ممثلين لإلها لما اطلع العينه الاخيره. كل ما كانت هوموجينيوس حكينا بتصير الادفانتجز معبره اكثر ودقيقه بريسايز بشكل مشابه للسمبل راندوم سامبلينج، لكن
مع عدد محدود اكثر من العشوائيه تاعت السمبل راندوم سامبلز، فبتكون ادق او فيها دقه وعدد اقل، محصوره العدد بشكل جيد، لانه انا اخذت عينه ممثله داخل كل طبقه. وهنا مثلا زي ما انا بسحب لما اعمل طبقات للمجتمع على مستوى العمر، على مستوى المواقع، على مستوى نوع التعليم، على مستوى كثير من الظواهر اللي ممكن نشتغلها باسلوب الاستراتيفايد سامبلز. بعتقد وقتنا اليوم انتهى، صح؟ صحيح دكتور. دكتور دي اسال هلا، هاي يعني مور ريبريزنتيف عن الباقيين؟ هي تعتبر يعني تعتبر اكثر دقه في التمثيل البوبوليشن بشكل عام، يعني دقتها في تمثيل البوبوليشن اعلى وافضل شويه من الـ يعني من الـ من الـ من الراندوم سامبل. يعني وحتى العدد اللي بيطلع معنا الاخير بيكون يعني ادق يعني واقل عدد. العشوائي بتاخذ انت بتحاول تكتر شوي عشان تعمل حساب الاخطاء وتعمل حساب انه ممكن يطلع مجموعه مشتركه من جهه معينه، يعني العشوائيه بتضلها عشوائيه يعني. أوكي دكتور. هنا أكثر تنظيماً، أكثر دقة، أكثر تمثيلاً للطبقات، لأنه في أصلاً كل طبقة هي يعني لها علاقة بالمفردات. 100% هو المجتمع ككل، أنا ما أخده مقسمه للطبقات، فأنا عم بدرس المجتمع ككل من واقع كل طبقة وبسحب من كل طبقة جزء ممثل لإلها. نعم تمام. أوكي تمام. فإن شاء الله تفضلي دكتور. الدكتور بدي أسألك أنا مشان آسف إنه تفضلي دكتورة. عن دكتور تفضلي دكتورة. سؤال نت فصل، بدي أسألك مشان الفاينل. نعم. الامتحانات رح تكون بالجامعة ولا أونلاين؟ والله أنا سألت هذا السؤال الصبح وحقيقة ما يعني ما أجاني أي تعميم ولا أجانا أي شيء رسمي، لا في الفاينل ولا بآلية عقده، فإن شاء الله بس تتضح أكيد برجع لكم بإجابة بإذن الله. إن شاء الله. دكتور يعني إذا كان أونلاين حيكون 50 دقيقة بس كمان؟ والله يا دكتورة ما لم يأتيني لم يعني يأتينا أي شيء يعني رسمي، فبالتالي ما عندي والله بيانات أقدر أحكي فيها، ما عندي شيء أقدر أجاوب، لكن أول ما يتضح شيء أكيد بنعمم عليكم يعني إن شاء الله. أوكي يعطيك العافية، حياكم الله، إن شاء الله بنشوفكم المحاضرة القادمة في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور، حياكم الله وبارك فيكم.